قليل يعني اللي ولينا عندنا السيادة داخلية وخارجية رغم الأعداء ورغم اللي صاير الكل. تونس تقعد ذات سيادة داخلية وخارجية، وتونس حتى ما يدخل لا في شؤونها الداخلية ولا في شؤونها الخارجية بإذن الله. في عيد الاستقلال هذا بإذن الله بإذن الله ما يجي العيد الاستقلال الجاي كان نقولوا رجعنا ثرواتنا المنهوبة وفي بداية فعلية لمحاربة الفساد. 20 مارس 2023 عهد جديد. أكيد عهد جديد أكيد، وكل عام يتجدد العهد وكل عام شرع عنا تونس جديدة. وتونس بالنسبة لي أنا عبارة فما تحرر آخر في تونس، تحرر من نوع آخر في تونس. الحمد لله اللي صار، الحمد لله الحمد لله، احنا فرحانين باللي صار. ولا ولاء إلا لتونس، لا للأشخاص لا للأحزاب لا لحتى حد، لا ولاء إلا للوطن. أنت بصفتك نائب في البرلمان يعني من المنبر نتاعك هذا تدعو أنه عدم التدخل في الشؤون التونسية، هنا نحكيو على التدخلات الخارجية، نحكيو زادة على البرلمان الأوروبي، على البوليميك اللي صارت هذه أنه تونس دولة مستقلة في قراراتها السيادية ويزينا من التشكي للدول الأجنبية. اي بالضبط كما قلت لك، هو راهو معناها العبره من نهار كيما اليوم عيد الاستقلال، هو مش الاستقلال من العسكر اللي كان يحكم في تونس هكا، هو لازم ما ينجم يكون استقلال تام كان ما يكون فما استقلال في الراي، وانه التوانسه هما اللي يحكموا في مصير تونس، وانه الليدرشيب التونسي كسواء الرئيس ولا مجلس النواب ولا تسكي التنفيذي ياخذ قراراته بقطع النظر على الآراء اللي تكون من الخارج ما لازمناش نصغيولها، وندعو الناس كل واحد يتلهى في روحه أنه وخاصة بعد ديكلاراسيون تاع الاتحاد الأوروبي أنه تونس قرارها وطني وقرارها ذاتي، ومرة أخرى احنا نرفض أي تدخل في شؤون بلاد. نرفض التدخل الأجنبي الذي يمارس علينا سواء كان داخليا أو خارجيا.